سيد الكاتب العام لعمالة صخيرة تما، سيد رئيس المحكمة الابتدائية بتما، سيد وكيل الملك رئيس المحكمة الابتدائية بتما، سيد رئيس مجلس العمالة، السيدات والسادة البرلمانيون المنتخبون، السيدات والسادة رؤساء مصالح المركزة والمصالح الأمنية، السيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام والمجتمع المدني، السيدات والسادة المدعوين، أيها الحضور الكريم. تخلد أسرة الأمن الوطني الذكرى 67 لتأسيسها، وهي مناسبة تجتمع فيها كل مكونات أسرة الأمن الوطني وشركائها للاحتفال بقيم التضحية من أجل الوطن وخدمة المواطن والولاء للعرش. وأيضا هي مناسبة لتقييم المنجزات واستشراف التحديات في مجال الأمن. وبهذه المناسبة أتشرف أساسا عن نفسي ونيابة عن كافة أطر المنطقة في المنطقة الإقليمية للأمن صخيرة تما، أنا أتقدم إلى الحضور الكريم بأسمى عبارة الترحيب والتقدية على مشاركته وتشريفه بالحضور معنا للاحتفاء والاحتفال بهذا الموعد السنوي والذي يعد محطة موشومة في أفئدة أسرة الأمن الوطني. يا بلادي عايشين
أكد على الدوام ستظل أسرة الأمن الوطني مجندة لحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم وإعلاء القيم الوطنية والإنسانية واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة، كما سيظل هذا الجهاز يقدم التضحيات والتضحيات ويسلم من جميل العمل في سبيل إرساء الأمن وإشاعة الطمأنينة في ظل القيادة الرشيدة لمولانا المنصور بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. في ختام هذه الكلمة ألتمس من السيد الكاتب العام أصالة عن نفسي ونيابة عن الأطر وموظفي هذه المنطقة الإقليمية للأمن رفع بقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله، مؤكدين لسيدنا المنصور بالله دام عزه وعلاه وفاءنا وإخلاصنا وتجندنا المطلق والدائم وراء جلالته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مولانا الإمام جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ضامن استقرار وأمن ووحدة البلاد والصاهر على ضمان حريات رعاياه الأوفياء بما حفظ به الذكر الحكيم وأدام عليه نعمة الصحة والسلامة وأبقاه لشعبه الوفي ذخرا وملاذا وحقق على يديه الكريمتين ما يصبو إليه من عظيم المنجزات وأقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملك الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحبة السمو الملك الأمير الجليل لالة خديجة وشد أزره بسلمه صاحب السمو الملك الأمير الجليل مولاي رشيد وكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه للدعاء سميع وبالإجابة جدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، أكثر من مجرد خبر.